是雪花一片一片的飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望。我勉强自己体谅缘分的像柳絮，一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双翅膀，让我停得了飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，是彼此内心永远会起伏的波浪。你忍痛一次一次的关上了窗，我含泪一步一停的回首凝望。不能爱是人世间最遥远的流放，但不能不爱是最快乐的捆绑。أهلا سيدي. أهلا. مرحبا. 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 أهلا. أهلا. مرحبا. مرحبا سيدي. أهلا. 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 أنا اشتريت الكثير من هذا، كلي منها. عزيزتي وين نوان؟ أهلا. ها؟ أختي ما هذه؟ تبدو شهية للغاية. أنا لم أتناول فطوري بعد، أعطيني واحدة. لقد تم افتتاح مطعم لكرات اللحم، سوف أشتري لك منها. لا داعي لهذا، إن هذه الكعكة سوف تكفيني. شكرا. لا بأس. لذيذة. وين وين؟ أنا جائعة، أيمكنني أخذ القليل منها؟ سأدعوك للطعام فيما بعد. شكرا جزيلا. شاوداي، ما
ماذا تأكلين؟ سيد جين. لذيذة؟ أريدك أن تقومي بعمل عريضة لجميع عملاء الشركة وتقومي بترتيبها الآن. كل هذا؟ وما المشكلة؟ إن هذا كثير جداً. كلي هذا وأنجزي عملك. يتعمد السيد جين أن يرهقني؟ أيها الزعيم، هذا هو المخطط الخاص لشركة هانغ تشو. هذه الفتاة تصرف على الطعام أموالاً كثيرة. خذ واحدة كي لا تنظر إلي وأنا أكل. كل. لذيذة؟ جداً. كل إذن. سوف أذهب الآن. أشتري لك الكعكات وتوزعينها؟ وينوان، جان ماذا به؟ يبدو متوتراً. هذا صحيح، متوتر ومعاملته قاسية جداً. ربما لأنه رآكما تأكلان في العمل فتضايق من هذا. قلت الأكل؟ لكنه لم يضع قوانين تمنع هذا. يجب أن تحذري، فأنت تأكلين كثيراً. أعطيني هذا. لماذا؟ يعتبر طعاماً. انتبه، لا تزعجه. عزيزتي، لا تقفي، اجلسي، استريحي. ها؟ يوجد هذا الكعك، يوجد أيضا الحليب، إنه يساعد على النمو، سيساعدك على التعافي بسرعة. حسنا. أنا ليس لدي شهية. إنك لست بحاجة أن تصنع هذا الفطور. هل ستستطيع تناول كل هذا؟ أردت أن أشتري لك الأشياء التي تحبينها. عندما أجهضت هذه المرة كنت بالخارج للقيام بأعمال التجارة، لم أكن بجانبك، لذلك أشعر بالمسؤولية، والآن أصبحت أفهم أن العمل شيء مهم جداً، لكن بالنسبة لي
أنت أهم منه. كنت دائما أخفي عنك هذه الأمور وما حدث بالشركة، لا أفعل شيئاً سوى أنني أرهقك معي. تم طردك من الشركة بسببي، لن أسامح نفسي أبداً. عندما علمت بحقيقة ما حدث شعرت بالغضب، لكن بعد أن فكرت فهمت موقفك. أعرف أن حياتك الآن ليست جيدة، لكن فلتطمئني، سيكون هذا الوضع مؤقتا. نحن سنحاول، لا تقلقي، سنعيش أياما دافئة، سأجعلك دائما سعيدة وسأحاول أن لا يهمني كيف سنعيش. هل ترى أنني أسعى دائماً لاقتناء أغلى الأشياء؟ منذ أن أصبحت معك وأنا أعرف قدراتك جيداً وأعتمد عليك، ولكن بسبب ما فعلته أنت لا يمكنك العمل في أي شركة. ألحقت بك ضرراً كبيراً، يجب أن تجهز سيرتك الذاتية وتذهب بها إلى شركات أخرى للبحث عن عمل. أنا من يجب أن يتحمل الظلم عنك. أنا سيئة، بناء على قدرتي في العمل وخبرتي سوف أجد العمل الملائم، الأمر سيكون سهلاً. قد أخطأت كثيراً في حقك. حتى إن لم أجد عملاً في مجالي، رغم أنني أحب هذا المجال كثيراً، لكن من أجلك فأنا لا أمانع أن أفعل أي شيء لأساعدك. منذ البداية لو كنت أعلم أنني سوف أؤذيك وأصل بك إلى هذا الوضع ما كنت فعلت شيئاً ولا اعترضت طريقها. إذا لم يكن قلبي بهذا السوء ما كنت فعلت كل هذا. إنني سيئة. اهدئي، لا تبكي، ها؟ لا بأس. آسفة. مرحباً سيدتي. أبحث عن أحد. تفضل سيدي. شكرا. هنا. تفضل. اعتقدت أنك لن تأتي. أنا آسف. آسفة. لا داعي للاعتذار، أنا المخطئ وليس أنت. كان يجب علينا أن نتحدث في هذا الأمر منذ وقت طويل. أنا لم أكن جيدة أبداً، كنت غاضبة للغاية. أنا أيضاً كنت غاضباً. يمكنني تفهم غضبك هذا جيداً، استخدمت الملفات ووضعتك في مأزق. أنا آسف. هل تعتقد أنني غضبت فقط من أجل هذا السبب؟ إذن لماذا؟
كنت أعتقد أنني من أرسلها عن طريق الخطأ، وأنك بعد استلام البريد لم تحاول المجيء والتحدث. لقد حزنت كثيراً. هل تعتقد أنني أفشي أسرار الشركة؟ بعد ذلك علمت أنها أرسلت من شخص مجهول. ما فكرت به هو أنك تريد إغضاب جان أو إغضابي. ما هذه الطفولية؟ انتظري، أنت تقولين أنك علمت أن هذا البريد أرسله مجهول، صحيح؟ أنا لم أكن أعرف، لكنهم بحثوا في الأمر. وغضبت بسبب هذا؟ هذا مؤكد. كنت أريد أن أشرح لك الأمر. كنت أريد إخبارك بكل شيء بصراحة، لكنك لم تكوني متقبلة، فكيف كنت سأشرح لك؟ وقتها كان الأمر قد حدث، وكان الجميع مستائين مني، وكنت في حالة سيئة جداً. إذن نحن الآن ليس لدينا مشكلة. أتعتقد هذا؟ اشربي. أيها الطفولي، لينلو، أنت شخص مهم جدا لدي، أعتبرك أعز صديق لي، لذلك أرجوك لا تكررها ثانية. لا تغضبني. حسناً، هيا لنأكل. يبدو هذا الكعك لذيذاً. لذيذ؟ كلي. منذ متى تحولت إلى شخص جاد في العمل بهذه الدرجة؟ طلب السيد جان إنهاء هذه الملفات وترتيبها. أنا بالعمل لهذا الوقت ولم أنهي حتى نصف العمل المطلوب مني. ما هذا؟ إنه اليوم يبحث عن أي أخطاء لأي أحد، حتى أنه جعلني أقوم بإعادة المشروع من جديد. نحن بائسان. بائسان للغاية. دينغ، ما رأيك أن يذهب هذان البائسان إلى السينما لتصفية أذهانهما؟ حسناً. لكن إذا لم أنتهي من هذا العمل ربما لن أستطيع الذهاب. دعيني أرى. إيسان، إيسان، سمعت أنك لم تذهبي اليوم إلى التصوير وقلقت عليك كثيراً. أنت بخير؟ أنا بخير. هل ما زلت غاضبة بسبب ما حدث؟ آسف، أتيت خصيصاً لكي أعتذر.
لا أريد أن أتذكر الأمر. حسناً، فلننسى الأمر ودعينا نبقى أصدقاء كما كنا سابقاً. سنبقى أصدقاء للأبد، أيمكن؟ سيد بان، تفهم أنهم لا يوجد بقلبي سوى جان. أعلم، لكن يمكننا نحن الاثنين أن نكون صديقين للأبد. تفضل. شكرا. صحيح، سمعت أنك منذ فترة استلمت بعض الهدايا وأيضا عانيت من بعض الخطابات السيئة، هل هذا الأمر يزعجك؟ لقد اعتدت على هذا الأمر. عندما تحب شخصا تقوم بأشياء جنونية. صحيح. أنا وحدي من يفهم جيدا هذه الجملة ويعي معناها. شكرا. أرى أن مزاجك قد تعكر بعض الشيء، ما رأيك أن أخذك في جولة لتهدأي قليلا؟ لا ترفضي أرجوك، لأنك هكذا لا تريديننا أن نصبح صديقين. حسناً. إلى أين سنذهب؟ ما رأيك في السينما؟ لا، ماذا إذن؟ ما رأيك بالغناء؟ الغناء؟ أجل. لا، أنا والغناء. صدقيني، أنا واثق جداً أن بداخلك مغنية كبيرة. لا، هيا لا بنا، اخرجي هيا، سوف نذهب الآن لكي نغني. هيا بنا، هيا هيا. لا أستطيع. هيا اشربي. ييسان، هيا لتغني. لا أعرف. أنت ممثلة فكيف لا تعرفين الغناء؟ حقاً لا أعرف. سوف أختار أغنية تناسبك. قلت لك لا أستطيع الغناء. بالطبع لا، كنت سيئة قليلاً. فلتغني
ثانية. كلا، إنني لا أريد. إيسان، ما بك؟ لا شيء، تذكرت فقط بعض الأشياء. يجب عليك أن تواجهي الأشياء التي تسبب إزعاجك. هل تتذكرين ما قلته لي؟ إذا لم تساعدي نفسك لن يساعدك أي أحد. إن من أمامي الآن ليست ييسان التي أعرفها وأحبها. ييسان، لو قمت أنت بأي مبادرة أو هجوم فلن يلومك أحد. أهاجم أنا؟ لقد تحسنت سيولة الشركة. يبدو أن المدير المالي لهذه الشركة ذكي جداً. أنت ذكي جداً يا لينلو. لتعيينك هذا المدير المالي كنت محقاً. أنت تحاول أن تجامل نفسك دائماً. أنا لا أجامل نفسي أبداً، أنا أقول الحقيقة، أمدح نفسي. لا تبالغ في الأمر. أريد أن أسألك، أنت ووين وان تصالحتما؟ ماذا حدث بالضبط؟ لقد تحدثنا. يجب عليك أن تشكرني كثيراً. ألم أكن أنا من أقف بجانبك وأقوم بدعمك دائماً؟ نحن الاثنان علاقتنا قوية للغاية. أشكرني. شكراً. تعال. سيدي، سيدتي، السيد لين خونغ من قسم البحث أتى ويتسبب ذلك ببعض المشكلات، فأتيت كي أخبركما. سوف آتي. ألن تذهب؟ السيد لين خونغ ابن عمك. إن هذا شيء بسيط للغاية. أنا أثق بك. يا لك من مدير رائع. ألا تستطيعون حساب رقم بسيط؟ ماذا؟ هل تعتقدون أن العمل هنا مزحة؟ ما دام الأمر بهذه السهولة، لما لا تفعل هذا بنفسك؟ أنت جديد هنا؟ ما اسمك؟ ليروي. ليروي، اذهب ورتب جميع ملفات قسم البحث والتطوير. وضعت قريراً على مكتبي قبل أن ينتهي اليوم. أعتذر، قسم المالية ينفذ أوامر السيدة وينراو فقط، أوامر قسم البحث لا تسري هنا للأسف. عليك تنفيذ ما أمرتك به أنا. إذا لم تقم بتنفيذ الأوامر سوف يتم طردك من هنا، وسأرى من سيتجرأ على مساعدتك. ماذا؟ ألا تسمعني؟ يبدو أنك تريد أن أعلمك درساً. لين خونغ، ليوروي أحد موظفي يعمل بقسم المالية فقط. سمعت للتو أنك كنت تريد تقريراً بإنجازات قسم البحث والتطوير، صحيح؟ أجل، هناك مشكلة؟ لا يوجد مشكلة، لكن ليوروي يقوم الآن بعمل ميزانية للشركة. إنه يعمل حتى الصباح كل يوم. إذا كنت توافق على أن تبقى للصباح حتى ينتهي، أثق أنه سوف يكون ممتناً لك. سيدتي، التقرير الذي يستدعي السهر لا يمكن أن تجعلي شخصاً مبتدئاً يقوم به. إن ما تقوله صحيح. سوف أذهب إلى السيد لين لو وسوف نبحث في الأمر. ما رأيك يا سيد لين خونغ؟
انتهي أنت من هذا التقرير ورتبه جيداً، وسوف أقوم بإعطائه للسيد لين لو، وبهذا الشكل سندقق في التفاصيل جيداً. أليست هذه فكرة جيدة؟ لا أريد، سوف أذهب. أحسنت يا سيدتي. هذا رائع. أنت رائعة للتو، أحسنت. فلتنتبهوا لعملكم. استطعت الرد عليه بشكل رائع. لين خونغ يخطط لشيء صعب جدا. لقد أتى إلى قسمنا يبحث عن المتاعب. إن تصرفاته لا يتحملها أحد. مديرتي ذكية للغاية. ما زال أمامي الكثير لأتعلمه من الكبار. الكبار؟ قمت بإنقاذك للتو. ألا تعتقد أنك متهور قليلاً؟ لا عليك، يكفيني أنني أصبحت أحد موظفيك. صحيح، لقد قمت بحمايتي. ماذا أفعل لكي أعوضك؟ اعمل جيداً ولا تسبب المتاعب. اذهب للعمل بدلاً من الضحك. سيدتي، سوف أذهب الآن. أهلا سيدتي. لماذا أتيت اليوم؟ أريد أن أعترف لك بأمر. أنا أبحث عنه. وجدته. بخصوص ما حدث لوين وان، أنا كنت شريكة دو سين تونغ. كنت تعلم؟ لما لم تكشف أمري؟ تمنيت أن تخبريني بنفسك. بعد أن غادرت منذ 7 سنوات وحالتك سيئة، أنا لم أرد أن أراك تواجه أي شيء سيء من جديد. أتت إلي دو وقالت إن لديها طريقة تجعل وين وان تبتعد عن الشركة. كل هذا كان من أجلك. يبدو أن الطريقة التي اتبعتها ليست جيدة، لذلك أنا موافقة على أي عقاب. يسن، أعتقد أن هذا الأمر لا يجب أن يعرف أحد به، كما أنني لا ألومك. أتمنى ألا تقومي بمثل هذه الأمور ثانية. هل تعدينني بهذا؟ تعامل ييسان بهذا التسامح؟ سيد جان، وضعت ملفاً على مكتبك يحتاج لتوقيعك. صحيح، هناك أحد العملاء المهمين، سنذهب للقائه مساءً. حسناً،
ما رأيك أن نأكل شيئا؟ يجب أن أذهب لكي أبدل ملابسي. حسنا، ما بك؟ تبدين شاحبة. أنا بخير، شكرا على اهتمامك. أعتقد أن هذا الأمر لا يجب أن يعرف أحد به، كما أنني لا ألومك. أتمنى ألا تقومي بمثل هذه الأمور ثانية. هل تعدينني بهذا؟ أصبحت تهتم لأمر يسن، وأنا أصبحت مجرد مساعدة لك. مرحبا بك. فلنشرب واحدا اخر. نخبك. ها. ما هو مخططك؟ اعتقد انني لقد تاخرت، معذره. من هذه؟ انها مساعدتي وينوان. اوه. وينوان، أهلا. أهلا. دعيني أعرفك به، سيد تشينغ مدير شركاتي لونغ تشان. سيد جان، لما لم تعرفني منذ وقت طويل على هذه السيدة الجميلة؟ سأعرفك عليها. هيا. نعم، سوف نتعارف. هيا تعالي واجلسي هنا. ويسكي؟ نبيذ. حسنا إذن. من حسن حظي أنني أرافق جميلة مثل هذه، يجب أن نشرب نخبا. لا بأس إذن، هيا لنشرب نخبا. طفولية. واضح أن السيدة تحب الشرب. سأصب لك. لا 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 يمكنني أن أدع سيدة جميلة مثلك تصب لنا الشراب. أنت مجنن للغاية. فلنشرب نخبا ثانيا. بالطبع سنشرب بسعادة. بالطبع سوف نشرب بسعادة مهما حدث. حسنا إذن، فلنشرب نخبك. هذا رائع حقا. سيد جان، فلتحملي كأسك. هيا. سيد جان، إن هذه السيدة رائعة للغاية، ستعمل بعبقرية ما دام يوجد بالقرب منك فتاة جميلة مثل هذه، سوف تنجح كل مشاريعك. هل سمعت؟ إنه معجب بك، سأترككم تشربان. هيا. مرحبا بكم في شنغهاي. هيا لنشرب. حسنا إذن. يبدو أننا سوف نقضي سهرة ممتعة. سيكون توقيع العقد موفقا بيننا. فلتشربي. لماذا تتعجلين؟ نحن يا سيدتي لم ننتهي بعد من هذا الشراب. لقد جئنا من أجل العقد. دعك من هذا، هيا اشربي.
هذا جيد. أجل، رائع، سأصب لك. ما رأيك أن نلعب قليلاً؟ لما تشعرين بالخجل؟ سوف نلعب لعبة، الخاسر يشرب. أنا لا أعرفها. رائع، إذن سوف أعلمك إياها. اسمعيني، سوف نمد أيدينا بهذه الطريقة، هذه اليد واليد الأخرى. أعطيني يديك. أنا وين وأنا؟ توقيع العقد مع السيد تشينغ يعتمد عليك. هيا بنا عزيزتي وين وأنا. تفضل. سيد تشينغ، لقد شربت كثيرا، أنقذني. سيد تشينغ، إنها لا تستطيع الشرب، هيا فلنشرب نخبك. حسنا، إنك تفهم مساعدتك. أعتذر أنني تماديت. نخبك. كنت تتعمد هذا، نظرت لك كثيرا. بدأ للتو عرضا رائعا، كيف لي أن أقاطعه؟ كيف إذن تودين شكري؟ سيد لو، ماذا؟ شغل لنا أغنية إذا لم تكن موجودا. حسنا، قم سأفعل بالاتصال بشريك.深的潇洒。